بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور، اسمحوا لي قبل ما استعرض مع حضراتكم أبرز ملامع جهود وزارة الداخلية من سنة 2014 لحتى الآن اللي اقتربنا فيه من تحقيق مفهوم الأمن الشامل. أتوجه بخالص التهنئة باسم وزارة الداخلية لقواتنا المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر. اسمحوا لي في البداية اللي احنا نعود بالتاريخ إلى سنة 2014. كيف كان الوضع الأمني سنة 2014؟ كان في موجة جديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب. كان في أعداد ضخمة من المسجونين تمكنوا من الهروب من السجون خلال أحداث 2011. كان في ارتفاع غير مسبوق في معدلات الجرائم الجنائية. كان في تضرر شديد في مقدرات الشرطة المعنية بمواجهة كل ده، إضافة إلى انتشار العناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني اللي حصل سنة 2011. ويمكن النقطة دي يعني الجدير باستعراضها لأنها ملحمة كبيرة خاضتها القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة المصرية، والجدير باستعراضها هي هتكون القوات المسلحة. 2013-2014 شهدت مصر 260 عمل إرهابي استهدف كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها بالطبع مقر ومنشآت وزارة الداخلية، وشهدت أيضا محاولة اغتيال السيد وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت، بالإضافة إلى موجة جديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية، واللي استهدفت تخريب كل ما هو يمثل مرفق أو ممتلكات لمواطن في هذا الوقت. وأيضا كان العنف إذا كان شمل التخريب والإتلاف والحرق، أيضا شمل إطلاق النار العشوائي في الشوارع على المواطنين. ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال الفترة اللي بعد كده إن جماعة الإخوان المسلمين تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر، وهي المنسق الأول مع القائمين على عدد من التنظيمات اللي بيطلق عليها التنظيمات التكفيرية في تنسيق عملياتها، وإنها الحاضن للفكر المتطرف على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي. على مستوى الأمن العام في ذلك الوقت أيضا كان في 23,744 مسجون هارب من السجون في 2011 ما بين العناصر الإرهابية والعناصر الجنائية منتشرين في معظم محافظات مصر، ولنا أن نتصور هذا العدد، فبالتالي أنه ساهم في ارتفاع غير مسبوق في معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية. بالنسبة لمعدلات ارتكاب الجرائم الجنايات اللي هي زي القتل العمد والسرقة بالإقراه والخطف والجرائم الكبيرة، ارتفع معدلات ارتكاب هذه الجرائم 240% مقارنة ب 2010. وفي جرائم الجنح اللي هي بتشمل السرقات مثلا بمختلف أنواعها، ارتفع معدل ارتكاب جريمة إلى 108% مقارنة بعام 2010. إضافة إلى بعض، يمكن دي المتوسطات، لكن في بعض الجنح زي مثلا سرقة السيارات ارتفعت بنسبة 420% عن 2010، وكان سنة 2014 شهد سرقة أكثر من 25,000 عربية، ودي أرقام بتعتبر خطيرة جدا على المستوى الأمني. في ذلك الوقت كانت منشآت ومخدرات الشرطة كانت متضررة نتيجة لأحداث 2011 وما تلاها، وحضراتكم
ممكن تشوفوا ان يعني المقاومات الأساسية بالنسبة لمقدرات الشرطة كانت في تضرر شديد، المنشآت، المركبات، الأسلحة. الحالة الأمنية بهذه الصورة تمثل موقف أمني شديد الخطورة، يضع المواطن ووضع الدولة على المحك. وكان هذا الوضع بهذا التصور كفيل لأي دولة أن تنكب عن نفسها وأن تتفرغ لمكافحة الإرهاب ومحاولة استعادة الأمن والاستقرار مرة أخرى. لكن الدولة المصرية ما عملتش كده، وكان قرار قيادة الدولة في ذلك الوقت هو التصدي للإرهاب والجريمة الجنائية واستعادة الأمن والاستقرار، وفي نفس الوقت إعادة بناء الدولة وتطويرها عشان تاخد مكانها ما بين الدول بشكل تستحقه. تمكنت وزارة الداخلية من خلال التحرك بشكل متوازي استعادة مقدراتها وإمكانياتها بدعم كبير من قيادة الدولة، بالإضافة إلى مواجهة عملية الإرهاب والجريمة الجنائية. وتمكننا بين كشف وتفكيك التنظيمات الإرهابية وتكثيف منابع التمويل. ونقدر لو بصينا على هذه الأرقام من حيث البؤر الإرهابية اللي تم تفكيكها أو كمية المتفجرات والعبوات الناسفة أو حتى حجم التمويل اللي كان موجود في ذلك الوقت، نقدر نعرف خطورة وحجم ما كانت تتعرض له مصر، وفي نفس الوقت يعني شراسة عملية مكافحة الإرهاب علشان نقدر نسيطر عليه وينحصر الإرهاب بشكل جيد. في مستوى يعني، وقبل يمكن ما اتكلم على يعني الجريمة الجنائية، كانت محصلة هذه الجهود، ولازم ان احنا نعرف ان هي كانت بتحقق نجاحات متدرجة او نجاحات على مدار 9 سنين اللي فاتت، الى ان وصلنا لانحصار الإرهاب بتتويج نجاح القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب في شمال سيناء واستعادة أمنها. أيضا تمكنا من مواجهة الجريمة الجنائية في ذلك الوقت، واللي امتد برضو على مدار 9 سنوات، وتم القبض والسيطرة على 98.4% من الهاربين من السجون. ونقدر أيضا نبص على يعني ما تم تحقيقه خلال 9 سنوات، ونشوف الأرقام اللي كانت موجودة، ونعرف حجم التهديدات الأمنية والأمن العام اللي كان بتعاني منه مصر في هذه الفترة، واللي بيعتبر دي معدلات غير مسبوقة لم تشهدها مصر. أكثر من 15 ألف تشكيل عصابي، وأكثر من 2300 ألف بؤرة إجرامية. وإذا شفنا العدد بتاع قطع السلاح اللي موجودة، هنلاقي حجم الخطورة وحجم السلاح اللي كان في الموجود كان في إيدين العناصر الجنائية في ذلك الوقت. كان أيضا بالتوازي كان هناك جهود لا تقل عن جهود مكافحة الإرهاب، اللي هي جاءت نتيجة انعكاس لظروف المنطقة وظروفنا الداخلية اللي هي مكافحة المخدرات. وإذا رأينا المستوى الإحصائيات اللي موجودة على مدار 9 سنين اللي فاتوا، وكمية المخدرات وقيمتها، وكمية قضايا غسيل الأموال اللي كانت يعني شملت هذه الفترة، هنجد حجم غير مسبوق أيضا من كانت محاولات جلب وتهريب والإتجار في المخدرات. ده خلاف الجهود المشتركة اللي بتقوم بها وزارة الداخلية مع القوات المسلحة لمكافحة المخدرات بشبه جزيرة سيناء. طب ماذا كانت المحصلة يعني النتيجة لهذه الجهود؟ انخفضت معدلات ارتكاب
جرائم الجنايات سنة 23 مقارنة بسنة 2013 بنسبة 73%. وأيضا مقارنة ب 2010 تراجعت معدلات ارتكاب الجريمة بنسبة 9%، وده رقم قياسي. أيضا ارتفعت معدلات ضبط الجرائم المرتكبة من 57% سنة 2013 ل 95% في سنة 23. ونفس الشيء بالنسبة لجرائم الجنح، انخفضت سنة 23 مقارنة ب 13 بنسبة 58%، وتراجعت عن 2010 بنسبة 12%. ومعدلات الضبط بالنسبة لهذه الجرائم كانت سنة 2013 20%، أصبحت حاليا 84%، وده رقم أيضا قياسي حققته وزارة الداخلية. الكلام اللي تم ده دفعت فيه مصر ثمن غالي من كل حاجة، من اقتصادياتها، من أبنائها. وزارة الداخلية دفعت وقدمت 1194 شهيد و 22202 مصاب. وأضم صوتي لحضراتكم وأجه التحية لأرواح شهدائنا والمصابين. طب إذا توقفنا عند هذا الحد وقلنا إحنا فين دلوقتي؟ هل انتهى التهديد لمصر؟ نقدر نقول انتهى تهديد الإرهاب العنيف أو انحصر، لكن لم ينتهي التهديد لمصر. هناك تهديد من نوع آخر لا يقل ويمكن يكون أخطر من الإرهاب العنيف، اللي هو حروب الجيل الرابع والخامس، واللي بتتعرض لها مصر على مدار السنوات اللي فاتت وحتى الآن، واللي بتقود عمليات تنفيذها جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج من خلال لجان إلكترونية بإمكانيات مالية ضخمة، بالإضافة إلى بعض العناصر اللي هي متعاونة معها أو تلتقي معها في المصالح وإن كانت تختلف معها فكريا. وزارة الداخلية بتاعي هذا التهديد، وتعي خطورة هذا التهديد، واللي حضراتكم يمكن بتلمسوه لحد دلوقتي وإحنا بنتكلم من إشاعات وتزييف للحقائق واختلاق أكاذيب وتطاول ومحاولة بث الإحباط في نفوس الشعب المصري، ومحاولة تصدير فكر مغلوط ورؤية مغلوطة للشباب صغير السن اللي هو ما عصرش الأحداث اللي هي شافت هذه الجرائم وشافت هذه الأحداث. وزارة الداخلية هذا الموضوع بتعتبره لا يزال قدامها هدف، بتعمل على مواجهته والقضاء عليه، والحمد لله إن احنا في وعي جيد من المواطنين وفي مساندة من المواطنين في هذا الموضوع. ووزارة الداخلية بتتمكن من إجهاض هذه المحاولات من خلال ضربات أمنية استباقية، والحمد لله إحنا يعني بنواجه بالقوة المطلوبة لمثل هذه المحاولات. لكن نقول إن الوعي في هذا الموضوع هو الحاجز والحائط الصد اللي ممكن يتصدى لهذه المخاطر. وزارة الداخلية قايمة بدورها لتنمية هذا الوعي من خلال تنظيم ندوات ومن خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات تثقيفية عن مخططات إسقاط الدول من الداخل، وبتدعو ليها مختلف فئات المجتمع سواء طلبة أو سواء من العاملين بمختلف جهات الدولة. يمكن في محور آخر، لما اقتربنا من حالة الاستقرار وكان
ما نقدرش نقول يعني او اقتربنا من تحقيق الامن الشامل. فالامن دائما ينظر ان هناك شيء لا يزال يجب عمله، ودي فلسفه للحفاظ على مستوى الاداء الامني. سياده الرئيس في هذه المرحله وجه سيادته بان احنا حان الوقت مع تطور الدوله غير المسبوق ومع استعادة الأمن والاستقرار أن تعيد وزارة الداخلية صياغة نفسها وسياساتها، وأن تطور مقدراتها علشان تواكب كل هذه المقدرات. وكان سيادته بيتفضل وبيقول أن تطور الجريمة وتطور التكنولوجيا بيفتح سقف التطور بالنسبة لمؤسسات الدولة كلها، ومن طبعا من بينها وزارة الداخلية فيما يتعلق باختصاصها. وكان سيادته حط محاور معينة لكيفية تطوير وزارة الداخلية لنفسها، وناقش سيادته معانا تفاصيل كل محور من هذه مراحل التطوير، وأنا يمكن نحاول ننجزها في أبرز هذه النقاط. استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، تطوير المنظومة الأمنية والخدمية، الارتقاء بقدرات العنصر البشري. احنا أنشأنا مركز للدراسات الأمنية والاستراتيجية، وده يماثل أحدث المراكز المتطورة اللي موجودة على المستوى الدولي اللي معني بنفس هذه الاختصاصات، ومربوط بشبكة مؤمنة بغرف عمليات وإدارة الأزمات بكافة مديريات الأمن علشان يجمع المعلومات ويحللها ويضع صورة متكاملة للواقع الأمني في مختلف محافظات مصر. ومن مهام هذا المركز أنه يتنبأ بالقضايا ذات البعد الأمني أو اللي قد تتعرض لها الدولة المصرية في المستقبل القريب أو المستقبل الأكثر بعداً، ووضع التوصيات للإجراءات اللي واجب اتخاذها واللي احنا بنسترشد بيها في وضع السياسات الأمنية. أنشأنا مركز للمعلومات وإدارة الأزمات، وارتبط بغرف الأزمات بمختلف أجهزة الوزارة، ومعني هذا المركز بتحليل المعلومات والتتبع الآلي لمختلف مركبات الشرطة أثناء أدائها لمهامها علشان نقدر نقيم الأداء الأمني، ونقدر نقول إن بهذه التقنيات بنقدر نضع تقييم لكل منطقة داخل كل محافظة بالنسبة لحالتها الأمنية، واللي احنا ممكن نقدر نحط لها الخطط الأمنية المناسبة ليها. تطوير المنظومة الأمنية والخدمية. احنا أنشأنا 9 مقرات جديدة لمديريات الأمن إضافة لمقر أمن العالمين الجديدة، وده عشان نقدر نستوعب التمدد الأفقي غير المسبوق اللي بتشهده الدولة المصرية دلوقتي. زودناها بأحدث التقنيات الحديثة من غرف عمليات وإدارة الأزمات، واللي احنا ما بنبالغش لما بنقول إن دي تماثل غرف عمليات وإدارة أزمات اللي موجودة في الدول المتقدمة اللي بتعتبر لها باع يعني في الناحية الأمنية. أعدنا انتشار مقر بعض مقر وزارة الداخلية اللي هي أصبحت داخل عمق الكتل السكنية وبتعتبر فيها نوع من الإعاقة، وطبقنا فلسفة السيد الرئيس وجهنا بيها وهي إقامة المجمعات الأمنية بحيث أنها توفر الوقت والجهد وتعمل ترشيد في إجراءات تأمين هذه المقرات. على مستوى أقسام الشرطة احنا أنشأنا وطورنا 340 اسم ومركز شرطة بطراز معماري موحد، وميكننا في دورة العمل، وخلصنا المرحلة الأولى من منظومة إنفاذ القانون اللي بتربط هذه الأقسام بالنيابة العامة إلكترونية. أثناء التطوير وتنفيذاً للتوجيهات احنا حافظنا على الهوية الحضرية والأثرية لبعض أقسام الشرطة اللي بتعتبر لها
قيمة تراثية أو قيمة تاريخية أو أثرية، ورجعناها لشكلها الأصلي في زمانها، وده يمكن نموذج من هذه الأقسام. أيضاً حافظنا على الهوية البصرية لبعض المحافظات زي الأقصر وأسوان في إنشاء أقسام الشرطة. معالي السيد الوزير. نعم. عفواً يا فندم، يعني يعني أنا بسأل سيادتك لو عايز وقت زيادة بس. لو سمحت. اتفضل اتفضل. طيب. أنشأنا وطورنا 233 نقطة شرطة، وأيضاً بطراز يعني هندسي موحد، ودي بتمثل المرحلة الأولى كاملة من مبادرة حياة كريمة. أنشأنا منظومة للقيادة والسيطرة بإدارة شرطة النجدة النهرية والبرية، ويمكن شرطة النجدة النهرية اللي تنقل الصوت والصورة إلى نهر النيل حتى أسوان، دي بتعتبر منظومة مستحدثة وبتقدر تتلقى البلاغات وتحولها لجهات الاختصاص وتتابع هذه البلاغات آليا. ودي حاجة مهمة جدا، إن احنا استحدثنا منظومة متكاملة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء أقسام متخصصة لتلقي البلاغات في كل مديريات الأمن. فالجريمة الإلكترونية دلوقتي أصبحت يعني هي جريمة العصر. تطوير المعامل الجنائية وتزويدها بأحدث التقنيات، دعم جهات الوزارة بمركبات حديثة تلبية احتياجات العمل الأمني، تطوير المنظومة الخدمية بإنشاء وتطوير 479 مقر للأحوال المدنية، حطينا في منظومات جديدة تسهل الخدمة بالنسبة للمواطن، نقدر نتمكن من استخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط للي ظروفه بتضطره لكده، وفرنا 242 سجل مدني ذكي على هيئة الماكينات الذكية، استحدثنا 96 مركز تكنولوجي متنقل اللي بينتقل لأي أماكن بتعتبر محتاجة دعم أو يمكن وتصل إلى يعني ذوي الهمم وكبار السن واللي عنده ظروف خاصة حتى منازلهم لاستخراج مصدرات الأحوال المدنية. أنشأنا مقر جديد للإدارة العامة للجوازات وتطوير 52 مقر فرعي. وأطلقنا موقعين بالنسبة للجوازات لإصدار التأشيرة الإلكترونية واستقبال طلبات الجنسية. أنشأنا وطورنا 35 مقر لتصريح العمل وتطوير المنظومة إدارة المنظومة الإلكترونية. واسمحوا لي مش هاخد وقت طويل لكن هوضح شيء، ده كان حال المرور من سنة 2014 ما قبلها وما بعدها، وكنا وصلنا وفقا للخبراء اللي اقتربنا من مرحلة الشلل المروري، وقالوا لنا ان هو لو استمر الحال بهذا الشكل وفضلتوا في اسلوب المسكنات وعدم لو ما عملتوش يعني اجراءات جذريه للسيطره على هذا الموضوع، قد تضطر مصر ان هي تسير سياراتها الارقام الفرديه في يوم والارقام الزوجيه في يوم، وده كان هيبقى طبعا شيء مش متصور يعني. وهنا بتكمن قيمه بتكمن قيمة شبكة قومية للطرق، وأنا بتكلم في اختصاصي المهني فقط مش في كل فوائد الطرق، لكن هذه الطرق هي من أنقذت مصر بالنسبة لحالة من الشلل المروري. وأصبح ما كان بدل ما كنا إحنا بنقعد نجد مسكنات عشان نسير حركة المرور، أصبحنا دلوقتي بنطور أنفسنا علشان ندير منظومة المرور في ظل شبكة الطرق بهذا الأسلوب. أنشأنا مقرات مرورية جديدة زودناها بغرف عمليات على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال،
وأنشأنا وطورنا 31 وحدة تراخيص مرور علشان نسهل تقديم الخدمة للمواطنين، وأيضا راعينا توحيد الهوية البصرية لمقرات المرور المطورة، وإن شاء الله مع استمرار هذا التطور هيكون هي دي الهوية البصرية بالنسبة للمرور، وده اللي احنا عملناه في كل المقر الخدمية تقريبا. استحدثنا منظومة الملصق الإلكتروني واللي استطيع ان هو هيتعامل من السيارة عن بعد، وبالتالي لن نعيق حركة المواطن، لكن في نفس الوقت هنديله مزيد من الأمان، ومن المقرر انها تتربط بشبكة النقل الذكي اللي بيجرى حاليا تنفيذها لإدارة شبكة الطرق القومية. توسعنا في منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة، ودي بتثير استياء حضراتكم، لكن يعني دي بتحافظ على أرواح حضراتكم وأرواح المواطنين اللي ماشيين في الطريق. استحدثنا وحدات متنقلة لخدمات تجديد التراخيص، واستحدثنا رخصة قيادة مؤمنة وفقاً لأعلى المقاييس والمعايير الدولية القياسية، وبدأنا في إطلاقها في محافظة السويس وبورسعيد كمرحلة تجريبية أولى. إحنا استفدنا من أو بنحاول نوظف التكنولوجيا الحديثة وشبكة الإنترنت أيضا بالنسبة لما يقدم للمواطنين من خدمات، وأنشأنا بوابة وزارة الداخلية المطورة على شبكة الإنترنت، ولها تطبيقات على التليفون المحمول كموقع متكامل بيجمع ما بين اهتمامات المواطنين في الموضوعات ذات اللي لها بعد أمني وفحص الشكاوي وتقديم مختلف خدمات الوزارة، ويمكن في تفاعل جيد من المواطنين في الإقبال على الصفحة زي ما حضراتكم شايفين. الارتقاء بقدرات العنصر البشري، وده بيعتبر أهم محور من محاور تطوير وزارة الداخلية، لأن كل هذه التقنيات بدون عنصر بشري قادر على إن هو يوظفها بالشكل الأمثل بتكون النتيجة مش جيدة يعني. طورنا وحدثنا المناهج والبرامج التدريبية التخصصية في كلية الشرطة وفي معاهد معاوين الأمن، وألحقنا الحاصلين على لسانس الحقوق في كلية الشرطة ومنحناهم درجة الماجستير علشان الارتقاء بالتعامل مع المواطنين أو التعامل مع التحديات الأمنية. توسعنا في مشاركة العنصر النسائي، لأن العنصر النسائي في الحقيقة أثبت نجاحه في مختلف مجالات العمل الشرطي. وأتحنا لحاملي لسانس الحقوق والتربية الرياضية لأنهم يلتحقوا بكلية الشرطة، وبيتم منحهم أيضا الماجستير في العلوم القانونية أو المرتبطة بالعمل الأمني. أنشأنا المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، وفي ضوء أن الشرطة المصرية مصنفة الثالثة على العالم في قوات الشرطة المشاركة في مأموريات حفظ السلام، وبتتيح التدريب سواء بالنسبة لكوادر الشرطة المصرية أو كوادر الدول الشقيقة والصديقة، وهو أيضا المركز يعتبر معتمد من الاتحاد الأفريقي. الارتقاء بحقوق الإنسان، وده كان محل اهتمام من السيد رئيس الجمهورية، وسيادته حط يعني هذه المحاور، واللي احنا أصبح جزء لا يتجزأ من أساسيات عمل وسياسات وزارة الداخلية، وأصبح جزء من مناهج التدريس والفرق التدريبية هي ثقافة حقوق الإنسان، وخاصة وفقا لتعليمات السيد الرئيس في قواعد التعامل مع ذوي الإعاقة غير المرئية، ودي حقيقة ودي الحقيقة كانت بتسبب نوع من الاستياء في أوساط ذوي الهمم، علشان يمكن ما كناش بنقدر
يعني نفهم بسرعة يعني إن في مشكلة. يسرنا كل الخدمات لذوي الهمم وكبار السن، ونيجي على مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة مصرية رائدة. ويمكن يعني أنا هوضح لحضراتكم لماذا بنقول عليها تجربة مصرية رائدة. إحنا كان ده حال السجون في مصر، كان عندنا 48 سجن عمومي منتشرين في مختلف محافظات مصر، ومعظم هذه السجون سجون متقدمة بيصل عمرها أو عمر بعضها لأكثر من 100 سنة. وكنا بنبذل جهود جبارة علشان نقدر اللي احنا نحافظ على السجين اللي كان اسمه سجين في ذلك الوقت خلال فترة عقوبته، ونحاول اللي احنا نحول دون أن يزداد إجراماً، وإن هو يخرج يا إما عنصر صالح في المجتمع وكان لينا نجاحات في هذا المجال، يا إما على الأقل ما يزيدش في عمله الإجرامي أو نشاطه الإجرامي. صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بضرورة إنهاء هذه المشكلة وتحويل مؤسسات العقابية دي إلى مؤسسات نافعة، يكون فرصة إن اللي بيخش يؤدي عقوبته إنه يخرج عنصر صالح في المجتمع أكثر بكثير جدا من إنه هو يخرج على مستوى الفكر الإجرامي اللي كان هو فيه. وكان سيادة الرئيس له مقولة في هذا الموضوع، إن لو الإنسان أذنب وبنعاقبه فما يكونش العقاب مرتين. وسيادته حط كل العناصر، وهو من وصفه المركز اللي سمي بوصف السيد الرئيس بعد كده مراكز الإصلاح والتأهيل، وقال إن لابد أن تكون مراكز مجمعة تصلح وتقوم السلوكيات والأفكار وتؤهل هذا النزيل إلى أن يكون عنصر صالح في المجتمع سواء كان يمتلك مهنة أو لا يمتلك مهنة. وانعقدت لجان علمية علشان نقدر نترجم هذه التوجيهات إلى خطة عمل ونموذج ممكن اللي احنا نطبقه، وشارك فيه خبراء وعلماء من مختلف علوم الاجتماع وعلوم النفس ورجال الدين ومختلف التخصصات اللي موجودة والمهتمين بحقوق الإنسان والفنون والثقافة. وعقدنا العديد من ورش العمل إلى أن يعني توصلنا إلى نموذج يلبي جميع التوجهات الرئاسية، وتم العرض والتصديق عليها من السيد رئيس الجمهورية، وبدأنا نطبق هذه المراكز. أنشأنا مراكز 5 مراكز إصلاح وتأهيل في زمن قياسي 2 سنة. ومقابل ده أغلقنا وتم هدم 26 سجن عمومي وتسليمهم للدولة، وده القيمة السوقية لهذه السجون زائد من المنشآت الشرطية اللي تم الانتقال منها إلى مواقع أخرى تماثل تكلفة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبالتالي لم نحمل الدولة أي أعباء مالية خلال عمليات الإنشاء. مراكز الإصلاح والتأهيل ماذا تحتوي وإيه اللي بتتضمنه علشان نقدر نوصل للمنتج النهائي أو الهدف النهائي؟ أماكن أعاشة لائقة، رعاية طبية صحية لا تقل جودة عن أحدث المستشفيات الموجودة، رعاية اجتماعية راعت فيها حتى حقوق الطفل بالنسبة للرضاعة بالنسبة للأم، أنشطة رياضية، القطاع الإنتاجي وهو القطاع اللي بيلحق بالسجين
أو اللي أصبح حالياً دلوقتي اسمه نزيل بيلحق علشان يقدر يعمل فيه ويتكسب فيه ويحصل فيه على مقابل لعمله، ممكن إن هو يوجهها لأسرته أو يوجهها لنفسه، بيكون له الحرية المطلقة فيما كسبه من أموال. وفي مجالات إنتاجية متنوعة، داجنية، زراعية، حيوانية، إنتاج صناعي، تأهيل فني لمن لا يمتلك مهنة، اللي احنا ممكن بيؤهل فنيا ويمنح شهادة يشتغل فيها بعد الإفراج عنه، تنمية المهارات الفنية وتحويلها إلى قيمة إنتاج يقدر يتكسب منها، وبنسوق له منتجاته وبنديله المقابل اللي هو بتاعها. رفع المستوى الثقافي والتعليمي لمن يرغب في استكمال تعليمه، إقامة الشعائر الدينية للجميع، تصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال ندوات مع علماء الدين في مختلف الأفكار وأنواعها، والتطرف له أنواع كثيرة. في أيضا مجمع محاكم اللي هو بيوفر الجهد والوقت بالنسبة لعملية نقل النزلاء خلال عرضهم على المحاكم، وأيضا بتوفر العناء على النزلاء أنفسهم. أيضا في ما يسمى عندنا الرعاية اللاحقة، وهو منقسم لقسمين، جزء يتوجه خلال فترة العقوبة إلى رعاية أسرة النزيل ومساعدتها على أن هي تعيش حياتها بعيدة عن عائلها، إضافة إلى مرحلة ما بعد الإفراج عنه، فاللي احنا بنساعده وبنتابعه لحد ما يحصل على عمل. التجربة دي لقت اهتمام، وعشان كده بقول إنها تجربة رائدة. الوقت ده اللي مصر أخرجت تجربتها كان العالم بيعقد المؤتمرات حوالين تحسين ظروف الاحتجاز، ولما ظهرت هذه التجربة المصرية كتجربة اعتبروها على المستوى الدولي إنها تجربة رائدة، واستقبلنا الوفود العربية والأجنبية من الدول العربية الصديقة والشقيقة علشان تقدر تطلع، أو كانت عشان تطلع على التجربة دي وتنقل التجارب دي لبلادها، سواء من الناحية الإنشائية لمن يستطيع، أو إن هو يشوف البرنامج كيف نستقبل النزيل عند بداية عقوبته، وإزاي نوصل بيه لحد ما يخرج عنصر صريح في المجتمع. والحقيقة كان بنسميها رائدة ليه؟ لأن كانت النتائج المرجوة منها كانت أسرع ما إحنا ونفسنا كنا متوقعين. أخيراً، وده في لمحة بسيطة، الدور المجتمعي، وده كان توجيه من السيد الرئيس بأن الشرطة المصرية لازم تقوم بدورها التكافلي ودورها المجتمعي كجزء من هذا المجتمع. أنشأنا منظومة أمان بمنافس ثابتة ومتحركة، وبيباع فيها لأهالينا من متوسطي ومحدودي الدخل بأسعار مناسبة. عملنا مبادرة، ودي مبادرة هامة جدا، اللي هي دي كلنا واحد، وإحنا في المرحلة 24 منها بتوجيه وتحت رعاية السيد الرئيس. أيضا عملنا مبادرة لا تقل أهمية عن كل هذه المبادرات، وهي مبادرة جيل جديد، ودي موجهة لأبناء وشباب المناطق هذا الشاب إنه هي تتغير أيضا لتواكب هذا المكان المتطور، ويكون في جيل جديد طالع ممكن أن مصر والمبادرة تناولت مختلف الأنشطة ومحاضرات توعوية وتثقيفية، والحقيقة كان في تجاوب متميز من أبناء المناطق الحضرية، والمبادرة لاقت قبول واسع في أوساطهم، وبنستقبل طلبات كل شوية علشان يلتحقوا بهذه المبادرة اللي ليها برامج محددة وبتوقيتات معينة احنا ملتزمين بها جدا علشان نقدر نغطي العام كله من الأنشطة المختلفة. أخيرا احنا بنعتبر
واستدعي كلمة السيد الرئيس ان احنا في حالة تدهور دائم وملوش سقف، وان احنا علينا ان ننظر دايما ان احنا في حالة سباق مع تطور الجريمة بمختلف اشكالها، ولابد ان احنا نستبق فيها علشان نقدر نحافظ على الامن والاستقرار لمصر. واستدعي ايضا مقولة سيادته ان الامن والاستقرار اساس بقاء الدول. شكرا فندم.